طيب يا جماعة، نحن ما بنمتنع على الشعب السوداني، ولا بنمتنع عليكم نقول لكم عملنا وعملنا وعملنا، لكن قدر ما نعمل والله شعرين بالتقصير، لأنكم بتستحقوا أكثر من كده. لكن أول حاجة الظروف، العين بصيرة، لكن الظروف المرت بالولاية دي والتمرد اللي حصل فيها كان هو واحد من أسباب يا جماعة تعطيل مشروعات كثيرة. تذكروا 2011 ونحن شغالين في طريق الدمازين الكرمك، جو الناس قالوا شالوا السلاح من أجل المواطنين، كذابين والله. جو الناس قالوا يحاربوا التهميش، كذابين والله. جو الناس اللي قالوا يعيصوا المظلومين، كذابين والله. لأنه ما في ظلم أكثر من الحرب، ما في ظلم أكثر من قتل النفس المؤمنة، ما في ظلم أكثر من ترويع الآمنين، ما في ظلم أكثر من تأخير التنمية والخدمات المواطن. ديل الناس الظلموا النيل الأزرق، ديل الناس اللي أخروا التنمية في النيل الأزرق. رغم ده بنعتبر نحن أولادنا ضالين، بنقول لهم يا جماعة تعالوا البلد واسع، تسعنا وتسعكم، وتعالوا نتشارك مع بعض ونخد يدنا في يد بعض عشان نبني البلد دي. وزي ما قلنا الأمن والسلام، التنمية والسلام وجهين لعملة واحدة. الآن المناطق الآمنة توجيهاتنا واضحة يا جماعة، تكملة الطرق، نعم ردميات وكباري وأسفلت أسود في النهاية. عايزين كهرباء كل القرى، ومعانا الأخ معتز قاعد يا جماعة. زمان قلنا لهم حرام كهرباء طالعة من هنا من الرصيرس تمشي الخرطوم بغادي والناس مظلمين تحت. والمثل السوداني بقول الزيت اللي ما بكفي البيت يحرم على الجيران. عملنا محطة تحويلية، المحطة التحويلية عملناها جنب الخزان 250 ميجا واط، تستوعب كل كهرباء الطالعة من خزان الرصيرس. بعد ما تكملوها الشبكة القومية مسؤولة تجيب لكم، زي ما اديتوا ناس كهرباء الناس التانيين يديكم كهرباء إن شاء الله، عشان نكهرب وننور كل القرى وأهلنا المزارعين. برضو عايزين كهرباء المشاريع الزراعية والإنتاج البستاني والموز بتاعكم ده، الناس كلها دايره. قالوا موز حلو شديد، ما في موز حلو زي ده أصلا، ما شافوه ولا ضاقوا كوباك كده. حتى الناس القطن بتاكل الزراعه ده قالوا ده قطن نظيف وقطن ممتاز. والان جون الناس اللي بيقول لك انا داير مليون طن والداير 200 مليون طن، لو زرعنا السودان كله قطن الان عنده سوق واجد الحمد لله. انتاج وانتوا ناس منتجين، اول حاجه نحن عايزين الطرق لخدمه الانتاج عشان تودي مدخلات انتاج، عشان تنقل الانتاج المنتج، عشان القوات توفر الامن لمناطق الانتاج. دي الطرق نحن يا جماعه هي طرق تنمويه اجتماعيه اقتصاديه اجتماعيه امنيه. عايزين نحن في برنامج التعليمي اللي هو تعميم التعليم الاساس، ما دايرين طفل واحد تم 6 سنين ما دخل المدرسه. والكلام ده مش للاطفال، الكلام ده لاولياء الامور. نحن بعشوح حيغنن الراجل اللي بودي ولده المدرسه بنحاسبه. لانه يا جماعه نحن عايزين نبني امه، والامه ما بتتبني بالجهل، بتتبني بالعلم. ومن الغرص النائية دي ومن الكرانك دي
هتيجي عالم ينفع البشريه كلها. فدارنا دي فرصه لكل الناس. عايزين المويه ولا المعتمد الدمازين كان من المويه. نحن عايزين مويه لكل انسان في كل الولايه، للانسان والحيوان مع بعض. مويه نظيفه، مويه صحيه، زيرو عطش لكل الناس ان شاء الله. عهد الرجال ما بنخزلك، عهد الرجال ما بنخزلك، بيعة صمود ما بنخزلك، والطاعة لأبعد حدود ما بنخزلك، غسم اليمين إن جات جيوش الكفر تشتش عن عزلوك ما بنعزلك، محرية فيك تاب الخدوع تشاب للسما همتك، غسما تحر تلقانا بر تلقانا الجو عن همتك، نزرع عاصر الرياح وقلوبنا فيها الله حبتك. رعاية صحية أولية، خاصة عايزين نحافظ على صحة الأمهات وأطفالنا عشان يكونوا أصحاء. نعم، صحة الأمهات، رعاية صحية كاملة. عايزين نحن نوفر عيش كريم لكل الناس. والتحية لديوان الزكاة، والتحية لوزارة الرعاية الاجتماعية في مشروعات المختلفة، سواء معارشات عاشية أو مشروعات صحية وتأمين صحي. احنا عايزين نوفر علاج متقدم بأحدث الأجهزة لكل المواطنين. عايزين توطين العلاج، ما في زول يركب من هنا يمشي مدني والله يركب يمشي الخرطوم ولا يمشي برا السودان. العلاج يتوطن هنا إن شاء الله. عايزين نستفيد من إمكانياتنا، لكن الناس يا جماعة دا السودان ما دارين لنا، مستكترين على الخير اللي عندنا ده، مستكترين علينا أراضينا الخصبة الواسعة اللي منحها لنا ربنا سبحانه وتعالى، مستكترين علينا مياهنا المتعددة، مستكترين علينا معادننا وأراضينا ومواشينا. وعايزين نعطر ده كله يا جماعة، ونحن بنقول لهم إن شاء الله نحن مع بعض ونتكاتف نحقق الأمن عشان كل مواطن يستفيد من خيرات البلدية إن شاء الله. التحية لكم، التحية لكم على النيل الأزرق، ووعدنا معاكم أن كل ما نجي نفتح مشروعات جديدة، مشروعات طرق، مشروعات خدمات صحية، خدمات تعليمية، كهرباء، بناء، مؤسسات غيره. المطلوب هو الأمن فقط. الله أكبر، الله أكبر. نحيي أبنائنا اللي جوا يا جماعة. معانا هنا شباب جربوا التمرد وكان كذبوا عليهم وصدقوهم ولقوا كذب وجوا راجعين تاني، مرحب بهم نحن. وبنقول للناس القاعدين في معسكرات اللاجئين والله ما بتشبهكم، ما ممكن. نحن السودانيين، ورحت اقول انا السوداني يتلخص كلام كثير جدا، يعني شجاعه وكرم وايثار. ده نحن السودانيين بلاد ناس في اول شيء مواريثهم كتاب الله وخيل مسدود وسيف مسنون حداه درع وتقاقيبا تسير جليل مع الحيران وشيخا في الخلاوي ورع. بلاد ناسا تكرم الضيف، وحتى الطير يجيها جعان من اطراف تجيها شبع. معسكرات النزوح، معسكرات اللجوء ما بتشبهنا. السوداني ما ممكن يكون لاجي عشان يتلقى اغاثه. وعندنا اراضي والحمد لله، وعندنا انتاج والحمد لله، والما عنده ما عندنا واحد بيبيت شبعان وجاره جيعان. الله أكبر. بنقول لهم تعالوا، تعالوا لبلدكم مكرمين معززين، بدل ما تكونوا لاجئين منبوزين. الناس هناك متضايقين منهم، والخواجات مستفيدين منهم. يمشي يصورون، يجمعوا الإغاثات،
يبيعوا 90% ويجيبوا لهم فتافيت. فلازم كلنا مع بعض نعمل اخواننا دول راجعين ونستقبلهم ونكرمهم الكرام اللي بيستحقوه يا جماعه. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله.